الله يعطيكم الف عافيه شباب، معكم اخوكم زكريا ابراهيم من شركه ريد كاردينال. اليوم نحكي عن منتجين مهمين لتطهير الاعلاف ولحمايه الطيور، كمان معده الطيور والامعاء. عندنا المنتج الاول اللي هو منتج الجارليك اويل، زيت الثومه. كيف راح نستخدمه اليوم حتى نطهر فيه الاعلاف؟ ومنتج الستوب مايتس اللي هو مضاد للفاش، وايضا كمان كويس للجهاز التنفسي، بيفتح القصبات الهوائيه بصير تنفس الطير افضل، وكويس كمان للبراسايت للطفيليات اللي هي احيانا بتخلي الطير بالليل ما ينام كويس، بضل الطير وهو نايم يحك او مش نايم وهو مبسوط مش بعمق. فالستوب مايتس بتشيل الفاش وبتشيل البراسايت والطفيليات اللي موجوده على ظهر الطير. اليوم في عندنا كيلو علف، الخلطه راح تكون على كيلو علف. الكمية رح ناخذ من الجارليك اويل اللي هو زيت التومة، رح ناخذ 5 مل لكل كيلو. والستوب مايت اذا كان المربي في عنده فاش بيحط 25 جرام لكل كيلو، اذا ما عنده فاش بيحط 10 جرام لكل كيلو، بيقدر يستخدمه كل يوم الستوب مايت، يعني مش بس انه في حال وجود الفاش. ما عندك اي مشكلة تستخدم الستوب مايت كل يوم بشكل مستمر طول السنة. عندنا المكيال راح نوزن نعاير 5 مل، عندي 5 مل صارت، وراح نخلطهم مع العلف. بدي احاول المربي يمزج بشكل كثير كويس حتى انه كل بذره من البذور يجي عليها زيت الثومه، نرطبها في ترطيب. بعد ما احنا نمزج الزيت الثومي مع العلف بنضيف الستوب مايت، بصير العلف شوي رطب. هاي الرطوبة اللي احنا بدنا اياها علشان يمسك الستوب مايت على العلف. طبعا الزيت الثومي مطهر كثير قوي للعلف، مطهر للامعاء، رافع مناعة كثير قوي، كثير كثير قوي لرفع المناعة. بنحاول نمزج بشكل كثير ممتاز حتى انه ينخلط زيت الثومه مع كل حبه علف. بيقدر المربي يعمل 3-4-5 كيلو ويخزنهم ويستخدمهم كل يوم، ما عنده مشكله. بس لا يفضل انه يعمل لمده شهر مثلا او شهرين، لا يعني لمده 4-5 ايام. كل مربي بيعرف طيوره كم بتستهلك. الان صار العلف رطب وبصير يلمع كمان بنفس الوقت، ولما نحط احنا عليه التومه مستحيل يطلع لا سمح الله سوس فراش او دود، هاي الاشياء كلها ما بتطلع لما انت تضيف زيت التومه على العلف، خلص بيحفظ بشكل كثير ممتاز. الان نضيف 10 جرام ستوب مايت على الكيلو. حتى العيار لو كان زايد شوي ناقص شوي ما في مشكلة، كون المربي ما عنده فاش وهو آمن لغاية 25 كيلو، لغاية 25 جرام على الكيلو ما عنده مشكلة، المربي بيقدر يضيف. طبعا الستوب مايت مش بس هو قاتل الفاش، كمان كويس للجهاز التنفسي كثير، واهم شيء بالستوب مايت انه كمان ما بينزل المناعة مش زي الايفوميك. اللي بيستخدم ايفوميك ممكن ينزل مناعة طيوره، الستوب مايت ما بينزل المناعة. هيك تقريبا الخلطة صارت جاهزة. هلا بدنا نحط لها الطيور ونطعميها. بهاي الطريقة بيضمن المربي انه العلف صار مطهر وكويس ونظيف،
وبنفس الوقت للطيور ان شاء الله ما بصير في عندها التهابات معويه او بصير عندها مشاكل. لانه معظم المربين بيشكوا من الاعلاف. فبهي الطريقة ان شاء الله ما راح يصير عند المربي مشاكل. الله يعطيكم ألف عافية شباب، وإن شاء الله نكون فدناكم بهالفيديو. أي استفسار إحنا بالخدمة. شكراً.